ونتحول معكم لنتابعة أهم أنباء المال والأعمال. تصحبنا فيها زميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكما فطيمة وليلى. والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. دشن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافي التكرير بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار التوسع في مشروعات التحول الرقمي. وأكد الملا على أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، خاصة في مجال التكرير الذي يعد الركيزة الأساسية في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية والقطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية. ووجه الملا بالإسراع في تنفيذ كافة مراحل المشروع والمراجعة الدورية لكل مرحلة، فضلا عن الاستعانة بالكوادر الشابة. كما تابع الملا سير العمل في غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع وأماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي. وفي أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط، حيث أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين الأمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.5% إلى 82.84 دولار للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 78.46 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.31% لتصل إلى 3.23 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.8% لتسجل 4.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات عام 2022 باستثناء المؤشر العام لبورصة البحرين، والذي ارتفع بنسبة 0.83%. وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7%، وهبط المؤشر الرئيسي بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تقدر ب 0.28%. وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 0.45%. كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بنسبة 0.21%، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.6%. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى فطيمة وليلى. شكرا ميرنا إيهاب على هذه الوقفة الاقتصادية.